السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سوق العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شاليه في موقع مميز ويطل على نصية شارعين على بعد خطوات من الشارع العمومي وصافة حلا ماركت والخدمات العامة، للبيع بسعر لوطة يصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل. شفنا بعض واجهة الشاليه. الشاليه مرتفع عن الأرض 4 درجات، وقصادنا هنا موجود الفرندا، ما شاء الله تبارك الله، دي كلها ملكية خاصة بالشاليه وله مدخل خاص بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. وصعدنا هنا موجود ريسبشن كبير ما شاء الله، ممتاز جدا ومتشطب كويس جدا، تشطيب هادي، موجود فيه خلفيات ممتازة جدا من السري دي. وصعدنا هنا موجود مطبخ أمريكاني، المطبخ من الداخل مساحته معقولة، تشطيب ما شاء الله ممتاز، روت ريسبشن من زاوية تانية. بندخل نبص مع بعض على غرف النوم والحمام عن طريق طرق التوزيع. على شمالنا موجود أول غرفة نوم، متشطبة تشطيب هادي جدا، جنب منها مباشرة موجود الغرفة التانية، ممتازة وجميلة ما شاء الله، مساحتها أكبر شوية من الغرفة الأولى، بتشيل معايا غرفة نوم كاملة. وفي النهاية هنا موجود الحمام، سيراميك للسقف وتشطيب ممتاز. ممتاز جميل جدا جدا ما شاء الله، روت الشارع مرة تانية. وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهاردة من قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شاليه في موقع مميز جدا وبيطل على نصية شارعين، يصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل. مسجل في جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان والتعمير، وكامل العدادات كهرباء ومياه، وزي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشاليه 100 متر، السعر 820,000 جنيه كاش، السعر بالدولار 17,000 دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.